السادسة بتوقيت القاهرة، أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة من قناة دريمة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات في دورته 19، والذي يعقد برعايته للعام الثاني على التوالي. يشارك في المعرض شركات الاتصالات والعشرات من شركات المشاركة في صناعة المحمول، إلى جانب عشرات الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وقطاع أمن المعلومات، بالإضافة لمشاركة بعض المطورين العقاريين للمرة الأولى. وتشارك الحكومة بجناح يضم العديد من الهيئات والوزارات، وتعقد بعض فعاليات بالتوازي مع المعرض تتعلق بالمنازل الذكية والدفع الإلكترونية. أنا بقول للشاب عايز فلوس، قال لا أنا مش عايز فلوس. في شاب من ضمن اللي كانوا بيعرضوا بقول له يعني محتاج، قال لي لا لا أنا مش محتاج فلوس ولا حاجة، أنا شغالين وكل حاجة، بس عايزين صوتنا يوصل لمصر. فأنا قبل ما أتكلم بقول لكم من فضلكم خلوا الناس تشوف النماذج الجميلة والنماذج العظيمة اللي أنا شفتها قبل كده واللي اتأكدت ليا لما شفتها النهاردة. إحنا مش قادرين نقدمهم لمصر، وهم حقهم بجهدهم اللي مش باين، وحقهم بنجاحهم اللي برضو مش باين إن إحنا نقدمهم. أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت اليوم برنامج حكومتي لتسهيل الخدمات الحكومية عبر التليفونات المحمولة الذكية. ويعمل البرنامج الذي سيكون من خلال تطبيق وفقا لبيان الحكومة على تيسير وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وخفض زمن الحصول على تلك الخدمات والقضاء على الفساد بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها. وتشمل الخدمات المقدمة في المرحلة الأولى الحصول على تجديد رخص المركبات وسداد المخالفات المرورية والتأمين الإجباري، وذلك في محافظة القاهرة كمرحلة أولى، هذا إلى جانب دفع فواتير المياه في محافظتي الجيزة والإسكندرية وفواتير الكهرباء في جميع المحافظات. قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة وضعت خطة لاستكمال إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية لتحديث سرعة الإنترنت كما يريدها المواطن خلال 6 أشهر. وقال أن الوزارة بدأت بتحديث 6 سنترالات، وسيتم الانتهاء من كافة السنترالات والبالغ عددها 1600 سنترال خلال 6 أشهر. قال سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة إن مصر استقبلت في عام 2010 حوالي 17 مليون سائح، وفي عام 2015 استقبلت فقط 9 ملايين، أي أن مصر فقدت نتيجة للعمليات الإرهابية أكثر من 9 ملايين سائح. وأشار إلى أنه منذ حادث سقوط الطائرة الروسية تفقد مصر شهرياً أكثر من 2 مليار جنيه. وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال كلمته بالجلسة الطارئة لاتحاد المهندسين العرب أن 4 ملايين مصري يعملون في القطاع السياحي وتساهم في 24% من حصيلة قطاع الضرائب. ذكرت شبكة بلومبرج أن الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز ولي عهد السعودية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سوف يزور القاهرة خلال أيام. وقالت بلومبرج إن حكومتي البلدين اتفقا على مناقشة مساعدات واستثمارات كبرى لدعم الاقتصاد المصري لا سيما في ظل أزمة الدولار. وأوضحت الشبكة أن المسؤولين المصريين سيطرحون للمملكة العربية السعودية فرص استثمار في عدد من المجالات ومن بينها الإسكان والتعليم والطاقة. قال الدكتور أحمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موجة الطقس السيئة ستنكسر غدا حيث يبدأ الجو في التحسن. وأضاف أن التحسن سيكون ليوم واحد فقط هو الثلاثاء، ثم يسوء الطقس مجددا الأربعاء والخميس. وأشار عبد العال إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق، يصاحب بذلك رياح شديدة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق البحر الأحمر والبحر المتوسط مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس. ونبدأ أخبارنا العربية والدولية من سوريا، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 28 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح في قصف لقوات النظام بصواريخ أرض أرض.
وفي غارات جوية على مدينتي دمة وصقبة في الغوطة الشرقية لدمشق. ومن جهتها ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بأن طفلا لقي مصرعه أصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط ثلاث قذائف هاون على العاصمة السورية دمشق. وقالت الوكالة إن القذائف أطلقها مسلحون متحصنون في ضاحية الغوطة الشرقية بالعاصمة. ذكرت مصادر أمنية يمنية أن 12 من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قتلوا في قصف مدفعي لقوات الشرعية استهدف مركبتين عسكريتين في منطقة الرفاف في محافظة الضالع. وكانت الضواحي الجنوبية للدمت قد شهدت خلال 24 ساعة الماضية معارك عنيفة بين القوات الموالية للشرعية والحوثيين، خلفت 9 قتلى من الحوثيين و4 من قوات الشرعية. في غضون ذلك قصف الطيران أيضا مواقع للحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح في معسكر النهدين جنوبي صنعاء، ومواقع ألوية الصواريخ في جبل عطان جنوب غربي صنعاء. فازت امرأة بمقعد في المجلس البلدي في بلدة مدركة بمنطقة غرب مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية في الانتخابات البلدية التي جرت أمس السبت، والتي كانت أول عملية اقتراع في المملكة يتاح للنساء المشاركة فيها ترشحا وانتخابا، وفق ما أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية اليوم الأحد. يذكر أن عدد من تقدموا للترشح بلغ حوالي 900 سيدة في مقابل أكثر من 6000 رجل. تظاهر أمس في العاصمة العراقية بغداد آلاف من العراقيين ومعظمهم عناصر من فصائل الحشد الشعبي الشيعية للمطالبة بانسحاب القوات التركية من شمال العراق. ودعا المتظاهرون الحكومة العراقية للدفاع عن العراق ضد أي تدخل تركي. وقالت السلطات العراقية إن تركيا نشرت جنوداً ودبابات في قاعدة شمال البلاد الأسبوع الماضي دون موافقتها، ما أثار أزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة. وإلى باريس، حيث تبنت 195 دولة اتفاقاً تاريخياً أمس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تسببه الانبعاثات الكربونية، وهو أول اتفاق على الإطلاق يتم التوصل إليه بشأن تغير المناخ. وأبدت الدول التزامها بالحد من معدل ارتفاع درجة الحرارة في العالم بأقل من درجتين، وذلك لدى موافقتها على وثيقة الاتفاق المؤلف من 31 صفحة. ويشمل الاتفاق إجراءات تلتزم بها الدول لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال الحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات. وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية لمراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وإلى جولتنا الرياضية ومع كأس العالم للأندية، حيث حقق فريق جوانزو الصيني فوزا قاتلا على كلاب أمريكا المكسيكية بهدفين لهدف واحد في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا باليابان. وذلك بعدما خطف هدف الفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة. ويلتقي جوانزو في نصف النهائي مع فريق برشلونة الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا. كما تأهل فريق هيروشيما الياباني إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الدور الثاني للبطولة المقامة في اليابان. ويلتقي هيروشيما في المربع الذهبي مع ريفر بليت الأرجنتيني، فيما يلتقي مازيمبي في مباراة تحديد المركز الخامس مع كلاب أمريكا المكسيكية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي خدماتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.